أبدى رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز استعداده للمحاسبة إذا لم يضع خطة مفصلة لمواجهة المشاكل الاقتصادية خلال 100 يوم. جاء ذلك في ختام اللقاءات التي أجراها الرزاز مع النواب على مدار 3 أيام لمناقشة بيانه الوزاري قبيل البدء بالمناقشات تحت قبة البرلمان الأحد المقبل. الحكومة تحتاج لنفس طويل، فهي لن تستطيع حل المشاكل خلال 100 يوم، لكنها لن تحتاج إلى سنوات. هذا ما قاله رئيس الحكومة خلال ختام اجتماعاته مع النواب لمناقشة البيان الوزاري. خط واضح، نتائج على مدى أسابيع وأشهر، ونتائج على المدى القصير والمتوسط والطويل. عشان هيك أنا بأكد 100 يوم الأولى للحكومة ستكون 100 يوم من العمل والتشاور والحوار حتى نخرج ببرنامج واضح، في برنامج تنموي له مؤشرات زمنية ومؤشرات أداء نلتزم به أمام مجلسكم الكريم. بقول لكم من هلأ، لن نحل مشكلة البطالة خلال 100 يوم، ولن نحل مشكلة العجز والمديونية خلال 100 يوم، ولكن إذا لم نستطع أن نضع البوصلة والمسار والوتيرة وماذا سننجز في كل هذه المواضيع خلال 100 يوم، لهذا المجلس أن يطرح الثقة في هذه الحكومة، معناته إحنا لسنا بحجم تحدي المرحلة. الرزاز في حديثه مع النواب المستقلين أشار إلى أن اللجنة الثلاثية المشكلة تنظر بشكل دوري بموضوع الحد الأدنى للأجور وتناسبه مع الأوضاع الاقتصادية، منوها إلى أن الحكومة لا تريد ضرب القطاع الصناعي، وفي الوقت ذاته تريد أن ينال العمال الأجر الكافي. إحنا ما بدنا نضرب الصناعة، بس كمان بنفس الوقت ما بدنا يكون الراتب دون الحد الأدنى اللي للمواصلات والدخان والتليفون لجيل الشباب. بدون الدخان، يا ريت بدون الدخان. وخلال لقائه بكتلة الإصلاح النيابية التي طالبت بالاستجابة للمطالب الشعبية بإصدار عفو عام، دعا الرزاز إلى عدم إرسال رسالة خاطئة تتمثل بالتهاون مع المخطئين. موضوع العفو العام موضوع بشعر فيه زي ما تفضلتوا قضية يمكن عند الأهالي النزلاء المراكز الإصلاح والدعي، و ربما يجدر أن ننظر بها بعناية، ولكن على شرط أن نتذكر أيضا حقوق التوازن. كتلة الإصلاح النيابية قالت على لسان رئيسها الدكتور عبدالله العكايلة إنها لم تجد في التشكيل الوزاري الجديد ما يريحها من رموز وطنية أو إسلامية ذات وزن وثقل، معتبرة أن بيان الثقة استمرار للبيانات السابقة. اعتراضنا الأساسي هو على النهج المستمر في تشكيل الحكومات الذي لا يبدأ من ترشيح من مجلس النواب ومن أخذ رأيه مجلس النواب في تسمية رئيس الوزراء وفي الفريق وفي الخطوط العامة التي تتعلق بالبيان الوزاري. بعد مناقشات الكتل النيابية للبيان الوزاري التي تأمل برؤية تطبيق عملي ومغاير لما كانت عليه الحكومات السابقة، ينتظر الشارع الأردني رد النواب بالقبول أو الرفض على اقتراح الرزاز بإعطاء حكومته مهلة 100 يوم. يعني لم تتاح